اهلا بيكم هحكي لكم قصه يعني ماساويه وما كنتش حابب احكيها قوي لكن انا مضطر احكيها عشان نخاف لانه في لحظات برضو في السمنه المريض او المريضه يصل الى مرحله بسبب مرحله حرجه جدا جدا ومرحله اللي هو نتمنى اه ممكن يبقى فيها حلول وممكن يبقى نقدر نقف قدام هذه المرحله بحل جراحي لكن قبل كده كان الحل أفضل وأمن ولذلك تأجيل الجراحات الخاصة بالسمنة والإنسان ينتقل من مرحلة تبقى العملية آمنة مضاعفات أقل كتير مش خايفين قوي الخطة العلاجية واضحة بالنسبة لنا إلى مرحلة تانية كل شيء بيبقى بالمللي والتوتر هيبقى أعلى والتخدير هيبقى أصعب وساعات التخدير نصل إلى مرحلة التخدير فعلا يبقى صعب جدا لا مش عايزين نوصل لده هحكي لكم قصة لمدام كلير كلير دي ام وصلت الى مرحله متاخره من السن قاعده في البيت مش بقى في البيت دي قاعده في السرير دي سجينه السرير مش سجينه البيت كل حياتها حواليها في السرير فعندها كم سنه صغيره خمسينات وصلت الى مرحله وزن كبيره جدا مش كبيره قوي قوي لكن هي كبيره لدرجه لا هي كبيره قوي لدرجه الاعاقه الكامله وطبعا تعبيراتها مؤلمة للغاية بتقول أنها سجينة في منزلها وأنها ما يحدث لها هو أسوأ طريقة للحياة أو على حد تعبيرها كمان لعدم الحياة التعبيرات بتاعتها قاسية جدا وهي شجاعة أنها اتكلمت لكن أنا بعتقد أن المأساة الأساسية في أنها وصلت للمستوى ده من السمن المأساة الأساسية أنها وصلت لمرحلة كبيرة وخطرة لكن ممكنة آه ممكنة وهنفهم النهاردة في الحالات اللي زي دي اللي هو بنسميهم سوبر 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 أوبيس كيف يكون الحال ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره ويمتعني بهذا الحوار الممتع جدا جدا أستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الملكيه أه والحاصل على تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه اس ار تي اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا هو ده سؤالي الاول هل السوبر سوبر سوبر اوبيز دول يمكن التعامل معهم جراحيا نعرف نعم إجابة لكن إيه هي القصة وليه دايما نخاف إن إحنا نوصل لهذه الدرجة السمنة المفرطة جدا في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعا الأوزان اللي هي السوبر سوبر سوبر اوبيس ده, ده لابس طب يعني بحت حلو <applause> آه يصف آه يعني الاوزان اللي هي قد تكون آه يعني كسر ال 200 كيلو 250 آه 300 كيلو 350 400 كيلو كلما زاد آه يعني الوزن كلما كان آه يعني عنده مشاكل صحيه مرتبطه بالسمنه المفرطه يعني دي احنا لو قلنا مرضيه 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 يعني ده آه طبعا تصف وضع خطير آه صحيا يتعلق باب التنفس يتعلق بالقلب يتعلق بوظائف الكبد من تدهن شديد الخطوره يعني يعني الناس اللي هي كسر الوزن 200 كيلو هم دول الوصف بتاعهم كده يعني طبعا محتاجين طبعا الاجراء يعني انا عايز اقول انا مش عايز اقول طارق لكن يعني ما عندناش الحاله الطارئه يعني ما بيبقاش حاجه طارئه لكن عايز اقول انما كلما كان الاقدام على العمليات بدري كل كان افضل مم. لا تتقدم في السن يعني انت لو وزنك فوق ال 200 كيلو 300 كيلو وسنك 30 سنه افضل 100 مره لو انت 300 كيلو و... وسنك 60 سنه يعني ده وضع فيسيولوجي مختلف خالص وضع قدره على الحرق مختلفه خالص قدره على الحركه مختلفه خالص مفاصل مختلفه خالص يعني طبعا حاله صحيه مرتبطه يعني انت لو تعرضت لسكر 10 سنين غير ما تعرض لسكر 20 30 سنه ما ده يعني حاجه الكبد انزيماته مرتفعه في سن صغير بغير لما ترتفع لمده 20 30 سنه ما اكيد في شويه تليف يعني قصدي فكلما كان الاقدام على عمليه السمنه في سن مبكر كلما كان افضل ما تستناش لوزنك العالي. عايز اقول للناس طبعا الـ الـ الناس اللي هم اختيار بقى العمليه في في, في سواء تكميم معده او تحويل انا شايف انه محتاج عقل اكتر من اختيار طبي بحت. انا مش لازم اعمل تحويل مسار في واحد سنه 60 سنه وزنه 300 كيلو عنده مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل, مشاكل في الكبد. وربما يكون على فكره مشهور جدا ان احنا عندنا البطن لازم فحص البطن يعني لازم تفحص بطنك مظبوط في اثناء الاجراء لان معظم الناس بيبقى عندهم ميه في جدار البطن اليفنتيزس في في البطن صعوبه في يعني الاوعيه اللي ما تصرفش كويس فتلاقي البطن اصلا سمكها كبير جدا فانت محتاج عمليه في وقت قصير تلاقي العين اصلا متهالك صحيا وعايز اعمل تحويل مسار يعني عايز اعمل تحويل مصاري مش لازم خالص يعني انت العين ده ممكن يعمل عمليه تكميم كمرحله اولى وبعد سنتين ثلاثه لما ينزل له 150 كيلو ولا 200 كيلو لما يوصل لك بقى بقى 150 كيلو بقى 180 كيلو اعمل له تحول مسار في وضع صحي احسن في وضع جراحي افضل البطن سمك جدار البطن تقدر تعمل فيه عمليه تحول مسار بصوره احترافيه أكتر وامان اكثر فاجراء انا شايف ان الوزن الكبير الضخم اللي نفسه يعني تعبان اللي عنده مشاكل صحيه كتيرة اللي ربما يكون عنده سيلولايتس في رجليه واحمرار والتهاب خلوي في رجليه طول الوقت عرضه لمشاكل صحيه كثيره، احمل عمليه في وقت قصير عمليه تكميم في ثلث ساعه، روح بيتك سنتين ثلاثه نزل يعني 200 كيلو، وبعد كده لو عايز بقى يعني الوزن اللي هو الاحترافي اللي عايز توصل ل 60 كيلو 70 كيلو من 300 كيلو بعمل بقى, بقى تحول مسار. <applause> اذكر استاذ محمد الزغبي من من بورسعيد كان وزنه 330 كيلو. عملنا له عمليه 330 كيلو. كيلو بس شاب 31 سنه هو محمد شا... كان شاب ساعتها من ست سبع سنين بقى يعني مش عارف هو دلوقتي اكيد في نهايه الثلاثينات عملنا له بعدها باربع سنين كان خس 200 كيلو 200 كيلو لحد ما وصل 130 كيلو وبعد ابتدى يزيد شويه هو كان مستهلك يعني عنيف للسكريات كان بيحب العسل الاسود هو كان بيلاقي فيه متعته يعني هو ب... ابتدى يزيد ل 170 كيلو تاني وعملنا له عمليه تحويل مسار ما بعد اربع خمس سنين ما بعد التكميم. في البدايه طبعا احنا عايزين وقت قصير، كان نفسه تعبان وكان طبعا طول الوقت ما ما يعني البنج بتاعه فعلا مش محتاجين نطول فيه. عمل عمليه تكميم نزل 200 كيلو بعد كده كي كمل بعمليه تحويل مسار. ده تفكير عقلاني مظبوط موافق للحاله العامه يعني قصدي اختيار نوع العمليه محتاج عقل شويه عشان تعدي بالعيان لدرجه الامان ما يعني ما تقوم ما على المريض يعني يعني صحيا صعب وتخديريا صعب فانت لا تجهز عليه. عمليه في وقت قصير اقعد فتره قصيره في المستشفى ليله في المستشفى روح بيتك بامان ما انتش لازم تاخد يعني اذا كانت الحاله صعبه قوي ما انتش لازم تاخد النتيجه اللي هي 100% المية المية النهارده. ستيب باي ستيب يعني بي بي بتدريج بحيث ان انت تبقى في امان طول الوقت mm. كبار السن بقى نقف تحت الكبار السنة شوي. كبار السن شويه كبار السن طبعا برضو انا انا يعني هم مش بمنأى عن المشاكل الصحيه بل بالعكس تكون عندهم مشاكل صحيه كثيره وشنط ادويه كثيره وعنده ادويه للكوليسترول وادويه لتدهور الكبد وادويه للظهر وادويه للمفاصل وادويه للسكر وادويه للضغط وادويه يعني عنده شنط ادويه كثيره جدا هو في احتياج لاجراء العمليه بنختار العمليات اللي هي الأأمن والأسهل زي تكميم المعدة بكون درجة أولى بالنسبة لنا في الكبار السن لو لقينا بقى طبعا في حالات يعني بنختار فيهم تحول المسار اللي هو السكر المتقدم عندهم بزيادة الناس اللي ما عندهمش حركة خالص لو عمل عملية تكميم ما بيخسش كويس لأنه هو ما عندوش حرق تقليل كمية الأكل في الناس الكبيرة مع عدم وجود الحركة ما بيخسش بزيادة لو لو كانت الحالة العامة واحد وزنه سنه 65 سنه والحاله العامه متهالكه صحيا انا انا اعني ذلك لان احيانا بيبقى فيه مشاكل في القلب مشاكل في التنفس مشاكل في الكلى ادويه سيوله يعني عنده مشاكل كثيرة يعمل تكميم كفايه جدا عمليه قصيره مش لازم برضو تصل ل 60 كيلو 70 كيلو انت محتاج ربما يكون احتياجه 40 50 كيلو كفايه هم دول اللي هيحركوه ويقدر يخدم نفسه او تخدم نفسها بتؤدي الاحتياجات اليوميه مش محتاج ان احنا برضه نجهز عليه بعمليات اصعب فبعض الاختيارات بتكون برضو بالعقل الطبي مش بالجايد لاينز يعني الاستريكت قوي ان انا يعني طالما مريض سكر زائد سمنه فعمل تحول مسار لا بالعكس احنا اختيار نوع العمليه لازم نشوف العيان اجتماعيا بيقدر يتحرك ما بيقدرش يتحرك يعني عنده قدره أه ان هو يستحمل العمليه دي ولا ما يستحملهاش في وقت البنج بالنسبه لوظائف القلب الكلى الكبد يعني محتاجه عقل جراحي أه يعني يفيد العيان اكتر ما يدور دايما جراح دايما مرضى السمنه المفرطه وخصوصاً المفرطه جدا عندهم تخوف كبير من حاله التخدير وعندهم في طبعا انت عارف في كليشيهات كده ثابته انا لو اتخدرت مش هفوق من التخدير ده انا لو اتخدرت هيحصل لي وفي بيتقال لهم كده احيانا في, بق... في سابق عمليات لا لا مش هينفع نخدرك انت لو تخدرت هتبقى في خطوره كبيره على حياتك الحقيقة طبعا التغدير في جراحات السمنة هو مختلف تماما عن التغدير في الأوزان الصغيرة مم. هو دكتور التغدير اللي بنايم عيان 200 ولا 300 كيلو هو مش متفاجئ بيه هو يعني ده هو ده شغله اليومي مش إمرجز دخلة لا لا هو ده حالة عامة ده تبقى أنا أنا أعني ذلك يعني حالة مريض السمنة المفرطة لما بيروح في مكان مش بتاع سمنة مفرطة بيبقى فعلا عندهم حق يخافوا يعني مثلا سيده بتعمل قيصريه وزنها 200 كيلو ما اكيد دكتور التخدير في رعب لانه دكتور التخدير غير متخصص في أنه هو ينايم مرضى السمنه المفرطه يعني سي مثلا ان الدكتور اللي بنايم للقيصريه اللي هي في الوزن الكبير بيشوف كم حاله في الشهر وزنها فوق ال 200 كيلو او يمكن ما بيشوفش يمكن كل ست شهور لما يلاقي حاله زي دي ويبقى عنده رعب منها لكن احنا يعني مراكز السمنه المتخصصه هو كل حالاته كده كل النهارده وبكره وبعده وبعده كل هو كل حالاته بتشكي من سليب أبنية كل حالاته بتشكي من صعوبه التنفس ما عندوش حاله سهله اثناء النوم اه فيش انا عايز اقول لحضرتك 99% من الناس عندهم مشاكل في التنفس اثناء النوم جزء كبير جدا عندهم مشاكل في القلب عندهم مشاكل في في وظايف الانزيمات يعني تلاقي عنده مشاكل صحيه متعلقه بالسمنه المفرطه معروفه ما عندوش ما واحد مثلا ضغطه كويس تلاقي ضغط العيان اثناء العمليه او قبل العمليه او بعد العمليه بيزيد ما طول الوقت السكر عنده النفس اثناء النوم فهو الرقبه القصيره الحلق المليان دهون فهو مش متفاجئ فالتخدير في جراحات السمنه هو مختلف نوع العقاقير المستخدمة في جراحات السمنة مختلفة خالص عن الاوزان العادية، يعني بعمل مرارة في وزن في واحد وزنه 70 كيلو غير بعمل مرارة في واحد وزنه 200 كيلو او 150 كيلو، ادوية مختلفة تماما، يعني دكاترة التقدير عارفين الكلام ده ان في ادوية يمكنها الاعادة للوعي الطبيعي في وقت قصير هتبقى مكلفة شوية بس دي جزء من شغل جراحات السمنة لانه احنا يعني هو لازم دكتور التخدير يكون عنده الفاسيلتيز، عنده كل الامكانيات اللي هو ما يتزنقش بيها، عنده كل الاجهزه اللي تساعده في تركيب الانبوبه، عنده كل الادويه والعقاقير اللي اللي تفوق العين في وقت قصير، الامنه اثناء التخدير، يعني جراحه سيمنا ما نوع من التوفير الطبي خالص، يعني ده محتاج احتراف اعلى المستهلكات بتصل لنجاح 100% باذن الله. عندنا بس بعد ما اشوف الحاله سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالمتابعه، هل يختلف العيان اللي عنده 250 او 300 كيلو في متابعته بعد العمليه عن عيان مثلا 160 كيلو؟ اكيد في اختلاف. طبعا. المتابعه بتاعتي دي تختلف بس ناخد نشوف الحاله الاول ونستكمل حوارنا الممتع جدا مع ضيفي العزيز. انا اسمي احمد جمال عبد النعيم، سني 49 سنه، وزني 270 كيلو، بدات اتعب من السمنه تقريبا سنتين، فجسمي زاد. حسيت ان انا اتحبست مش قادر اخد راحتي ما بعرفش انام بنام وانا قاعد النوم كله وانا قاعد على الكرسي ما ممكن لو نمت شويه على السرير اقوم اتنفض من الضغط والسمنه تعباني بردو برضو ما يعني حتى في الاكل اكل شويه اتعب ما صحتي زي الاول السمنه انا تعبانه ده اللي خلاني قررت نعمل من العمليه لان شفت هنا بصراحه يعني الوضع هنا في امان وكويسين كده يعني إنسان يعني مطمن صراحة وانا بكلمه الحمد لله شيء كويس بعد نص ساعة الحمد لله الحمد لله رضا من ربنا بعد العملية طبعا يعني شيء ما ما مرعب احنا هذا الفيديو المختصر جدا لا يعني احكي حالة ال الاستعداد الموجودة من فريق عمل كامل تخدير وجراحات ومعدات اكويبمنت وتمريض كل الفريق بيكون على اهبه الاستعداد، نحن بصدد التعامل مع سوبر اوبيس، صح طبعا ده محتاج جاهزيه عاليه تخديريا، محتاج جاهزيه عاليه جراحيا، كل فريق العمل لازم يكون على اهبه الاستعداد، تحضير قوي جدا للعمليات، طاقم يعني على اعلى مستوى بحيث ان انت ما تضيعش دقيقه، انت محتاج ثلث ساعه، نص ساعه ساعة إلا ربع يعني لو أنت بتعمل مثلا تحويل مسار فيها صعوبة شوية وتخرج من العملية أنت مش محتاج تقعد بقى بالساعات وتقعد تجرب يعني فأنت محتاج وقت قصير بحيث أن أنت تفوق بسرعة زي ما حضرتك شايف خلال وقت قصير جدا بيتواصل مع المجتمع خلال ساعة ساعتين بتلاقيه بيتحرك بيشرب ثلاث أربع ساعات 12 ساعة بيخرج من المستشفى لأن هي فعلا فتحات صغيرة في البطن في وقت قصير تخرج من المستشفى بأمان <applause> التعليمات بقى النوعية دي من العيانين بعد العملية 300 كيلو 250 زي ما احنا قلنا يختلف عن 160 طبعا طبعا كلما زاد الوزن كلما كان الفاقد من الوزن خلال الشهر اكبر من الطبيعي يعني م. احنا ما واحد وزنه 120 كيلو بواحد 270 كيلو لو هو نزل 17 كيلو في الشهر الاول انت هتنزل 10 كيلو في الشهر الاول م. لو هو نزل في الشهر الثاني 15 كيلو انت بتنزل 7 8 كيلو يعني كلما كان مخزون الوزن عشان ما بعض ببعض يعني كلما كان مخزون الوزن كبير كلما كان انقاص الوزن بصوره اعلى عشان كده لازم نتابعه بصوره كامله اللي يكون بيخس من عضلاته وما بيخسش من الدهون وخصوصا الناس اللي هي في ساعات بيكون عندها مشاكل في العمل بتقعد ترجع طول الوقت فجسمه بيتاكل وتلاقي عضلاته متهدله وتعبان وكسلان وتلاقي ظهره بيوجعه ومفاصله فده لازم طبعا في الاوزان الكبيره متابعه على الاقل مرتين في الشهر الاول بعد اسبوعين وبعد شهر وبعد كده كل شهر لمده ست شهور وبعد كده أنوالي او يعني كل سنه ما بعد ذلك لفتره خمس سنين واذا كان في احتياج ما بعد ذلك لسياره الطبيب يبقى افضل لكن طبعا دول محتاجين ان هم متابعه مع التغذيه العلاجيه لمده ست شهور على الاقل كل شهر باستمرار. مريض السمنه اللي دلوقتي بيعاني وعنده مشاكل انا في رايي انه تركه لنفسه. يزيد أشبه بالظبط بكرة التلج المنزلقة من فوق جبل بتبدأ بحجم مش كبير وكل ما تنزلق لأسفل كل ما تكبر لغاية لما توصل إلى مرحلة مخيفة مريض السمنة كده كل شوية هيزيد النهاردة كانت المشكلة على مستوى السمنة بس بعد كده احنا بنلاقي مشكلات بعضها قد يكون مالتي اورجان افكشن تلاقي الكبد تاثر بشكل كبير تلاقي القلب تاثر بشكل كبير اه الحاجات دي بتتحسن لكن مفيش حاجه بترجع كما كانت في الاول المية لكن بتتحسن بنسب كبيره الافضل دائما اتخاذ القرار بشكل مبكر ضيف العزيز الخيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل والامين وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه الاس ار سي نورت شكرا. الناس الحلوه شكرا. خليكم مع الناس الحلوه